عشرات السنين ولا تزال رشاقة الكلمات وخفة الحركات محفورة في الأذهان. أغاني مبهجة ورقصات مضيئة تسللت في هدوء إلى أعماق القلب. فوزير رمضان التي يكتبها بهاء جاهين وتقدمها لكم آمان فهمي. فوازير رمضان. الفوازير التي بدأت عبر أثير الإذاعة المصرية في ستينيات القرن الماضي، ثم انتقلت إلى التلفزيون بعد عام واحد فقط من انطلاقه، جمعت بين الدراما والاستعراض والغناء ليشارك بها ثلاثي أضواء المسرح سمير غانم وجورج سدهم والضيف أحمد. شطبنا الماتش شطبنا التلفزيون ماتش والعين. تأتي الانطلاق الأبرز بتاريخ صناعة الفوازير مع نيلي ثم شريهان، اللتان سما بالفوازير إلى آفاق التشويق. قال لك إيه؟ 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 قال لك آه آه آه. قال لك حلل حلل بلل. شفنا مثلا مثلا مثلا. ثم قادها سمير غانم إلى عالم الكوميديا. تشتري ساعة بكتينة وعلى يد مخرج الفوازير فهمي عبد الحميد ابتكرت الشخصيات وتبلورت القوالب واستحدثت الأشكال. سنة حلوة علينا وعلى الكل مع كل هلال جاي طول. بمحطة الفوازير مر أيضا كل من صابرين وهالة فؤاد ويحيى الفخراني وشيرين رضا ومدحت صالح وجيهان نصر ووائل نور ونادين وغيرهم. شلبية جارتي عاملة جلبية بارتي كاملة الكل معزوم فيها من الأسد للنملة. أعمال حفرت في أذهان الأسر المصرية وتنافسوا فيما بينهم لحل الفزورة، لتظل الفوازير اختراع تربعت مصر على عرشه وأبت أن تبوح بأسراره.